هل يسمح بالعسل للحامل؟ الإجابة هي نعم، ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ففي الواقع إن الأمر الذي من شأنه أن يثير القلق حول العسل أثناء فترة الحمل هو احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة احتوائه على نوع من البكتيريا الضارة. ومع ذلك فإن الجهاز المناعي للشخص البالغ قادر على محاربة هذه البكتيريا، كما أن المشيمة تعمل على منع دخولها إلى الجنين، لذلك فعلا يوصى بالعسل للمرأة الحامل. للعسل فوائد واستخدامات عديدة قد لا تقتصر على الحوامل فقط، لكنها تكون أهم في حالة الحوامل، لأن العسل يجنبهم استخدام العلاجات الدوائية، يعزز من جهاز المناعة. فيحتوي العسل على العديد من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى الخواص المضادة للبكتيريا، لذلك فهو يعزز من جهاز المناعة عند الأم. إن جهاز المناعة عندما يكون قويا للأم خلال الحمل هو أمر غاية في الأهمية، فهو يساعدها في محاربة ما قد تعاني منه من أمراض في هذه الفترة الحساسة، فيحمي الأم والجنين. كما يحد من أعراض التهاب الحلق والبرد، فعند إضافة العسل لشاي الزنجبيل والليمون يصبح هذا له تأثير مهدئ على الحلق، وهو مشروب معروف تقليديا كعلاج طبيعي قد يقي الحامل استهلاك الدواء، وهو علاج للقرحة. فقد أظهر الاستهلاك المنتظم للعسل كشفاء أسرع في قرحة المعدة لمرضى التهابات المعدة، وهو أمر شائع يحدث خلال فترة الحمل. العسل فعال بشكل خاص ضد قرحة الاثني عشر التي تسببها بكتيريا H. pylori. هذه القرحة قد تكون خطرة جدا للحامل، لأنها تؤثر على بطانة المعدة القريبة جدا من الرحم والجنين، كما يعمل على تخفيف الأرق. فيمكن أن يكون فنجان من الحليب الدافئ المحلى بالعسل علاجا مناسبا للحوامل الذين يعانون من الإجهاد والأرق خلال فترة الحمل، فهو يتمتع بخصائص مهدئة للأعصاب، كما يعمل على الوقاية من الحساسية. فبفعل وجود حبوب اللقاح في بعض أصناف العسل المحلية، فإن تناوله بشكل منتظم يحفز الجسم على بناء مناعة ضدها. إلا أنه إن كنت تعرفين أنك تعانين من حساسية حبوب اللقاح، فيجدر بك مراجعة الطبيب أولاً.